هل من نصيحة للذين يتزاحمون عند الحجر وعند الملتزم؟ الزحام إذا ترتب عليه الإضرار بالناس أو ملامسة أو مزاحمة المرأة فتنة، هذا حرام. والقرب من البيت واستلام الحجر هذا سنة، فلا يفعل محرما من أجل أن يحصل على سنة، فلا يزاحم وهو آثم إذا زاحم. نعم، يطوف في ولو في آخر المطاف ويسلم من الزحام. واستلام الحجر ليس واجبا، إذا لم يتمكن من استلامه بدون مزاحمة فإنه يشير إليه ويكفي هذا والحمد لله. وديننا يسر، ما هو دين حرج وعسر. نعم.